ماذا عن فضل يوم عرفة؟ الله، ممتاز. شوف، لن نكون تقليديين في هذا الباب، لكن دعني أدخل تمهيدا لفضل عرفة. شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، يعني أول حاجة كده اختصاص، لابد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا دكتور محمد، هو ليه بنقول مع الحج عرفة؟ خدت لك زي، وليه بنفخم في عرفة كيت؟ هذا فضل، هذا فضل لعرفة. وذلك ما بتيجي تسألني عن فضل يوم عرفة، اسمه فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك فضل الله بعض خلقه على بعض، حيث فضل بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور. معايا دكتور محمد؟ فضل بعض الايام على بعض، الجمعه على ايام الاسبوع مثلا، عرفه على ايام السنه، فضل بعض الليالي على بعض، القدر على غيرها، فضل ليله القدر على سائر، فضل بعض الملائكه على بعض، جبريل، حيث فضل جبريل على سائر، فضل بعض الانبياء على بعض، سيدنا النبي، حيث فضل محمد على سائر الانبياء والمرسلين، وفضل بعض الحجاره على بعض، ففضل الحجر الاسود على سائر الحجاره. هنا حتى في المناسك والأماكن وهذه المشاهد فضل الوقوف بعرفة على غيره. معايا دكتور محمد؟ وفضل عرفة. خدت لحضرتك ازاي؟ يعني في البداية تستشعر ان ده فضل، تستشعر ان اول حاجة ده اختصاص، تمام، ومعنى ان ربنا مش كده بس. وادخل منه، وشاء الله ان يمن على هذه الأمة المحمدية بمواسم ربانية، بمواسم ربانية. هذه المواسم يا دكتور محمد بتبقى لإيه؟ لزيادة الحسنات، ولحط السيئات، ولرفع الدرجات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مواسم ربانية زي إيه؟ زي موسم رمضان، زي ما بقول لك، هذا موسم طاعة. موسم العشر من ذي الحجة يا دكتور محمد، هذا موسم طاعة، وشوف الأجر فيه قد إيه، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى من تاريخ الله ابن عليه عباس، وصحبي وصحبي، كما في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري وغيره. طيب، وكذلك يا دكتور محمد، المواسم لا تقف عند هذا على الإطلاق، بل حينما أنظر إيه مواسم حتى تأتي في جزء من اليوم والليل، زي إيه؟ موسم يأتي في الثلث الأخير من الليل، حينما ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول إيه؟ من يسألني فأعطي إلى آخر. هذا موسم يا رب. عندي موسم متقطع على مدار اليوم والليلة، زي الصلوات الخمس، هذه مواسم حتى رباني لا بد من العض عليها بالنواجذ، نعم، فيها أجر عظيم كما ذكر العلماء رحمة الله على الجميع. طيب، وكذلك بالنسبة لي هذه المناسك هي مواسم ربانية. ليه؟ لأن الحج من مبتدا إلى منتهى موسم رباني، فدخلت عرفة في الموسم الرباني، وهي من الموسم الرباني. الله 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 الله. النقطة الثانية يا معالي الدكتور محمد، نعم، يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم الأول، والناس بتخش بقى من دي يقول لك أحد أيام الأشهر العاشر من ذي الحجة، ده الأول، أحد أيام الأشهر الحرم، الحرم، والأشهر الحرم معلوم حرمتها، معلوم قدرها، معلوم فضلها من خلال دلالات الكتاب ودلالات إيه؟ والله صحيح. خصها بعد عام. أحسن. وهذا بلاغي. الأشهر الحرم عشان الناس تبقى فهماني برضو، ذو القعدة، ذو الحجة دكتور محمد، شهر الله المحرم، ومحرم، نعم، ورجب. خدت لحضرتك إزاي؟ فهو يوم من الأشهر إيه؟ الحرم. الحرم، مش كده بس يا دكتور محمد؟ لا، وعرف أيضا هو في أيام أشهر الحج. واحد يقول لي أشهر الحج ده هو الحج كله بيبدأ من يوم 8 بين تيم مثلا 13 إلى آخر هذه الأمور، بقول له لا 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 لا، الحج له أشهر، تسمى بأشهر، وذلك ربنا بقول إيه؟ الحج أشهر معلومات، مش ربنا بقول كده؟ نعم، أشهر معلومات. يعني يا دكتور محمد، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحج، سميت بأشهر الحج، لكن مش معناها أنني أؤدي المناسك فيه، الحج متقدمة أو متأخرة، لا، هي كما شرعها الله وكما بينها نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تأخذ طابع الحج وقدسية الحج، لكن اسمها أشهر الحج. معايا كده دكتور؟ نعم، محمد، بعيدا عن أداء المناسك. أحسنت. نعم. ولذلك سميت هذه بإيه؟ بأنها يوم من أشهر إيه يا دكتور محمد؟ الحج. الحج، مش كده بس يا دكتور محمد، هي يوم من أيام العاشر من ذي الحجة، على اعتبار من قال يعني والفجر وليال عشر، وقال بأن ليالي العشر إنما المقصود بها إيه؟ العشر من إيه؟ من حج، الحج، ذي الحجة، هذا قول الجمهور وقول ابن عباس إلى آخر. نعم. هذه الأقوال، فمن قال بذلك جعل هذه يعني واحدة، وحتى إن لم يقل بذلك معلوم يا دكتور محمد أصلا أنها من العشر من ذي الحج. نعم. من العشر ذي الحجة اللي عرف من العشر من ذي الحج. طيب يا دكتور محمد، هي أيضا يوم من الأيام المعلومات،
نعم يوم يوم عرفة من الأيام إيه المعلومات لقول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. معايا كده دكتور محمد؟ واضحة تماما؟ طيب مش كده بس يا دكتور محمد. وعرفة هو أحد أيام العشر المفضلة، وانا هدخل بقى هنا على الجديد زي ما قلنا للناس وعدنا الناس، هو أحد أيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها. واحد يقول لي العشرة دي مفضلة على غيرها في أعمالها، بقول له نعم. من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس كما هو وارد في الصحيح، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. يعني العشر إيه؟ من ذي الحجة. نعم. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا استثنين، ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بشيء. خدت حضرتك زي؟ وعرف هو أفضل هذه الأيام. نعم. عرف أفضل هذه الأيام. هذه خلي بالك يا دكتور محمد، ويوم عرف أكمل الله فيه الملة وأتم فيه النعمة. يعني هو اللي نزل فيه الآية الكريمة. أيوة. تمام. ولذلك عمر بن الخطاب كما هو في الحديث الصحيح الثابت في ذلك، يعني كما ذكرت أنت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان يوم عرفة في يوم جمعة من حديث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى في اليوم ده يا دكتور محمد أكمل الله فيه الملة وأتم فيه نعمة. يبقى بالله عليك ليس أقدس من هذا الفضل بالنسبة لهذا اليوم. طيب يا دكتور محمد مش كده بس، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يعني يكفر ذنوب أو آثام سنتين، سنة ماضية وأخرى مستقبلة وسنة قابلة. نعم. سنة ماضية وسنة إيه قابلة لغير الحج يا دكتور محمد، لأن صيامه ليس على الحجيج. نعم. نعم. ليه؟ عشان الحج يتقوى على الطاعة والعبادة، إنما لغير الحج صيامه لغير الحج كما عند الإمام مسلم في صحيحه. ولذلك إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فضل صوم يوم عرفة قال يكفر إيه سنة قابلة ماضية ماضية سنة القابلة. نعم. طيب خلي بالك يا دكتور محمد، يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف. أهل الموقف هناك في عرفات يوم العلماء قالوا كده، يوم عرفة يوم عيد لهم، يوم عيد لهم الموقف. لأهل الموقف هناك السلام ليه يا دكتور محمد؟ تخيل بقى إن جميع الحجيج في وقت واحد في مكان واحد في مشعر واحد بزي واحد يتقربون إلى رب واحد تجاه قبلة واحدة. الله 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 الله. استوى فيهم الغني بالفقير والكبير بالصغير والغني بالحقير والعظيم. أزيلت الفوارق. وأزيلت الفوارق. والكل محترم متجه. يعني إحنا ما نكون بنطوف مثلا، ممكن ده يطوف الطوف الإفاضة قبل مني شوية وأنا بعد منه بشوية إلى آخر هذه الأمور. أي منسك. يوم عرفة يا دكتور محمد الكل في عرفة. الكل في عرفة في هذا التوقيت وبهذا المشهد الرهيب العظيم الذي ذكرته لك. ويوم عرفة يا دكتور محمد هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق من ظهر آدم بعرفة. نعم. على فكرة لما أخذ الله الميثاق وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنست وربكم قالوا بلى شيء. تعال نرجع بقى فيها. بقول لك اليوم ده هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق من ظهر آدم بعرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. مع دكتور محمد الله تعالى زي ما تذكرت كده، أنا عايز الناس تتأمل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. قالوا بلى شهيدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتوا لكنا إلى آخره. نعم. معي دكتور محمد. نعم. فهذا يوم عشان الناس تاخد بالها، هذا يوم على فكرة أخذ الميثاق. أول مرة أسمعها يعني. ما أنا بقول للناس خلي بالكم عشان ناخد. نعم. جديد. نعم. اليوم ده اليوم أخذ الميثاق. نعم. مش كده بس يا دكتور محمد. يوم عرفة ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. والعتق من النار. مش كده بس يا دكتور محمد، شوف هاي الناس تقرأ كل شوي لكن تنساه، هو يوم المباهاة. الله الله الله. بأهل الموقف. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا يباهي بهم. من الملائكة
إذن هو يوم إيه؟ المباهاة. ما حدش ياخد باله من كلمة يوم المباهاة دي. نعم. لا، هو يوم المباهاة. نعم. اليوم من كل سنة اللي فيه المباهاة هذه يباهي بهم الملائكة ربنا جل وعلا، يباهي بالحجيج اللي هم اللي بيحجوا حاجة مبرور، مش اللي واخدين نكيت أو كلام أو التانيين، لا، بالحجيج اللي هم بيحجوا الحج اللي بيحج فعلا. إيه دي مش اللي واخد مال غيره. أيوة. أو جاي على الأرض غيره. مش كده وبس. ده بيبقى فيه شياطين. المهم خدت بالك يا دكتور محمد؟ نعم. طيب مش كده وبس يا دكتور محمد، هذا اليوم أشد يوم على الشيطان. أنا عايز الناس تاخد بالها من الحتة دي برضه. نعم. ما أشد الشيطان يوم على الشيطان. على الشيطان. أنا تفتكر لما قلنا عمران ما نجيب حديث ضعيف ولا كلام ده ولا نرتكن إلى ضعيف؟ نعم. من أجل الأمانة العلمية. أنا ما أجل الرواية زي اللي بتقول إيه؟ ما رؤي الشيطان. أيوة. يوما هو عليه أو هو فيه. نعم. وعليه أو هو فيه أصغر. نعم. ولا أحقر. شوف يا دكتور محمد الألفاظ. أصغر ولا أحقر. ولا أحقر ولا أجحر ولا أغيظ. ولا أجحر ولا أغيظ من يوم عرفة. خدت بال حضرتك زي دكتور محمد؟ الحديث ده برضو عشان الناس ما تقولكش فيه كلام ده، بقول لهم ده ذكر الإمام مالك أو أورد الإمام مالك في الموطأ، وهو من مراسيل طلحة ابن عبيد الله. من مراسيل طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله. معايا دكتور محمد؟ نعم. آخر حاجة فيه يا دكتور محمد، هو يوم المغفرة العامة لكل من صحت نيته وصدقت توبته. الله الله الله. صحت نيته. أيوة. دلالة الكلام ده يا دكتور، دلالة أن يوم المغفرة العامة إيه؟ أيوة. الدلالة اللي أجبالك دي للأسف في أفاضل أشياخ يقول لك الحديث ضعيف. الحديث إيه؟ وطلع طرف لسانه في الثاء. ممكن وكده. لا يعني أنا أفتكر شيخ كبير معروف جدا، يعني جالي مرة وإحنا في عرفة قال لي الشيخ فلان جه ألقى المحاضرة وقال الحديث ده ضعيف. قلت له مش الحديث ضعيف. قال طيب يا ابني رأيك إيه يا مولانا؟ قلت له لا الحديث صحيح اللي غيره. ما هو خلي بالك رد بالحديث محمد في أنا ممكن أقول هذا متفق عليه مثلا، هذا حديث صحيح صحيح إما صحيح إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره. الحسن حسن لذاته أو لغيره أو حسن لغيره. طيب قلت له هذا الحديث وقمت شرحه يعني ايه الحديث الصحيح لغيره واثبت له بتخليل الحديث عشان ما اطولش على المشاهدين مشاهدتك دكتور محمد. بقول لك ايه، طبعا هو الروايه دي رواه ابن عبد البر بسنده عن انس بن مالك، ورواه ابن المبارك ايضا عن سفيان الثوري، خدت بالك، عن زبير بن عدي عن انس. الروايه بتقول ايه دكتور محمد؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات صلى الله عليه وسلم وكادت الشمس ان تؤوب، خلاص هتغرب يا دكتور محمد. فقال يا بلال انصت لي الناس، سكت لي الناس او جمعهم لي او اقول لهم ان انا هقول حاجه كويسه. سكتهم. نعم. سكتهم. انصت لان خلوهم يسمعوني. فطبعا لابد يقول لهم يا جماعه رسول الله سيتكلم صلى الله عليه وسلم. لابد بقى طلع حضرتك ازاي. فنادى بلال في الناس انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه، فانصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قام قال ايه؟ يا معشر الناس أتاني جبريل آنفا، أتاني جبريل آنفا آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر. إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر. خلي بالك معايا كده. نعم. لأهل عرفات وأهل المشعر. وأهل المشعر. مش كده بس، غفر لهم بس وضمن عنهم التبعات. السلام. خلاص ضمن عنهم التبعات. انا كان عندي كذا وكان لي كذا وكان لي عليه مشكله كذا، لا خلاص ربنا ضمنها عني. كان والله بالنسبه للدكتور محمد يعني كنت عايز اسمعه في كذا وكنت لفلان كذا كذا كذا، لا ربنا ضمنها عني وهيرضي هؤلاء فيا. خدت لحظتك ازاي؟ نعم. ليه؟ لانه خلاص هو ربنا غفر لي. طب الامور اللي بتاعت العباد دي هو ضمنها عني بقى. ضمنها عني. بيعوضهم في على اطلاقها دكتور ولا على حسب برضو حجم الحقوق؟ خلي بالك ورد المظالم. خلي بالك يا دكتور محمد، لان في ناس انا يعني مش عايز اقول اللفظ اللي انت فاكر دي للكل. يا دكتور محمد دي اصحاب الحج المبرور زي ما قلنا. نعم. يعني اللي بروح بيتكلم في عرض النبي، اللي بيتهم زوجات النبي بكذا، اللي رايح وبيكفر الصحابه عدا اربعه، اللي رايح وبيقول كذا كذا كذا، اللي رايح وبيقول العبد ربي ورب عبد، اللي واكل ميراث اخواته البنات، اللي واكل ميراث اخواته واللي كيت، اللي طالع بيقول لك بالجوزه واخد معاه حتى بتاع حشيش، اللي يا انا ما بتكلمش عن دول يا دكتور محمد، ما بتكلمش عن الحنشان دي، انا ربنا يهدي الجميع ويهدينا، انا بتكلم لا عن الاهل الحج المبرور.
ربنا غفر لهم مش كده بس وضمن عنهم التبعات عشان هو يستحق. يا دكتور محمد أنا مش قلت لك من حديث عمرو بن العاص كما في صحيح الإمام مسلم نعم لما بسط قبض يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبل وأن الهجرة تهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله يهدم يا دكتور محمد ما قلناش من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم إيه ولدته أمه ما احنا بنتكلم عن دول نتكلم عن دول يا دكتور محمد اللي تابوا توبة نصوح صادقة وأخلصوا لله العمل وكان العمل على قال الله وقال رسول إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا إخلاص يعني موافقة للكتاب والسنة إخلاص وموافقة للكتاب والسنة معاك يا دكتور محمد إخلاص صح تمام خلي بالك وضمن عنهم التبعات فقال عمر يا رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له يا رسول الله هذا لنا خاصة يعني دي لنا بس أصحابك يعني لنا خاصة خلي بالك فقال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة يا سلام فقال عمر كثر خير الله وطاه الله الله كثر الله خير الله بس برضو الإيه إلا يكونوا على حذو ما كان عليه الشاكلة. النبي أيوة نعم اللي اتبعوهم بإحسان يا دكتور محمد معايا كده دكتور محمد ولذلك الحديث مرتبط الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا يا دكتور محمد نستحق ياخذ تماما مرة ثانية الحديث صحيح لغيره رقم 1151 في صحيح الترغيب أحسنت يا دكتور معايا يا دكتور محمد عندي فتاوى كتير يعني ما تقولش وعندي 10 دقايق بس لسه نقطتين بس تفضل بسرعة جدا تفضل وهو يوم الإكثار من الدعاء الذي يترتب عليه العتق والمغفرة أبرزه أو أصحه إيه؟ يوم شو بقولك يوم الإكثار من الدعاء يوم عرف يعني عرف يعني أنا أدعو ربنا بكل اللي ناقصني طبعا الدنيا الودي ولا أقول الأدعية بقى اللي فيها ساجع لا لا سيبك من بقى من كيت واللي بقولك بروح بخلهم بيضربوا في رجلهم في الأرض وأخلهم يعيطوا أنت راح تطلع مية ده العكس القضية الإخلاص الإخلاص إن شاء الله ما يطلعش منك صوت خدت لحدك زي في ناس بقى كأنه بيشاق يا رب واللي يقولك واللي يقولك وممكن يقول يعني يا الله قلت يا راجل مش كده لا لا ده تهريج فالإكثار من الدعاء ده في اليوم يوم الإكثار من الدعاء لأجل المغفرة والعتق قلت يوم الإكثار من إيه؟ الدعاء واحد يقول لي طب هات الدعاء هات الدليل قلت فإنه يرجى إجابة الدعاء في اليوم ده بالذات الدليل يا دكتور محمد قال صلى الله عليه وسلم شوف الدليل بقى خير الدعاء دعاء يوم عرفة صلى الله عليه وسلم أنا اللي قلت ولا سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم إيه عرفة يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون صلى من قبلي الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير ده عند الإمام الترمذي طب اللي هنا استضاح دكتور يعني هل اشترط ان انا بقى التزم بالدعاء ده بس اللي حضر سيدنا النبي حدده ولا ادعي ربنا اللي تعبان بقى عايز ربنا يشفيه والفقير عايز ربنا يغنيه العلم قالوا ايه انك تكثر من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء ليك ولاولادك النواقص بقى اللي عنده شوف في الدين والدنيا والآخرة طيب سؤال بالدليل يا دكتور محمد عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة في غداة ايه عرفة ايه على كون قلت المشعر الحرام انا قلت في غداة ايه عرفة عرفة قال فمنا المكبر ومنا المهلل الى اخر ما ذكر كما في صحيح مسلم يعني مش بس على الدعاء مش على قد الدعاء في اللي قاعد يكبر وفي اللي بيهلل وفي اللي كيت وفي اللي بيدعو الى اخره نعم دكتور طيب يعني الفكره الصدق وباللي انت عايشه ومجربه مش لازم تقول اناشيد يعني وتقعد تقول يا دكتور محمد انا احب اقول لك حاجه في واحد يخنف ويحب يقلد مثلا شيخ يعني من من من, من زملائنا احبابنا السعوديين مثلا ولقى دعاءه بيجيب يقوم رايح هو صوته مش صوته ولد حنجرته حتى لو ده كح في اللحظه دي او كان عنده شيء في ضروري يقوم جايبها برضه ايه انت بتحبب ايه طب بالله عليك هتركز هتنشغل بالاخلاص ام تنشغل بالتقليد ده استغفر الله العظيم يعني أتمنى لا يقع أحد في الارتزاق وقلب أموال الأغنياء عشان الوصول إلى جيوبه طيب. شوف يا دكتور محمد أنت اخلص الدعاء اخلص الدعاء وبعدين أفضل ما قلت أنا ونبي خليك زي ما خلنا بسوي وبعدين ادعي لنفسك ولولادك وكده عارف يا دكتور محمد اللي يضبط الدعاء بتاعه ما يكونش فيه خلل شرعي وما يتعداش فيه خدت لحظك زي ما يبقاش فيه تعدي الدعاء يعني ويدعو ما شاء اللي يخرج من قلبه وبيبكي ومتأثر به وعايز ربنا يستجيب له فيه هو هذا هو الأقرب لربنا جل وعلا الأقرب ليه؟ لأن ما خرج من القلب يتوجه إلى الرب
الله 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 معايا دكتور محمد الله 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 انما اللي انا حافظه على جنف وبتاع يا راجل يا راجل ده انت خلتنا مل هل يجوز شيء بشيء يذكر بقى ان انا ادعو على واحد ظلمني او واكل حقي يوم عرفه يجوز وفي غير عرفه ادى عليه الثلث الاخير من الليل وانا وانت اعتقد سمعت من البعض بيقول ما تدعيش على حد دعي لا 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 مسكين انا عملت معك حلقه كامله واستدلنا فيها بالايه من سوره النساء يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الا ايه من ظلم من ظلم ولذلك استدل بها ابن عباس رضي الله عنه وارضاهما وعلى ذلك ائمتنا من ائمه السلف على ان المظلوم جاز له ان يدعو على الظالم لكن بدون تعدي يعني عايز اقول لك افرض اولاد الظالم دولا ما لهمش دعوه بالموضوع ما ينفعش اقول واحرق قلبه على اولاده لا ده تعدي في الدعاء ولكن ادعو عليه هو ليه ودي ثابته عندنا يعني انت عندك مثلا الصحابي الجليل لما أروى ادعت أن الأرض بتاعتها نعم والحديث نعم صحيح نعم قال اللهم الله أعمي بصرها واقتلها في أرضها في أرضي واستجاب الله جل وعلا ليه لأن هنا ظلم يا دكتور محمد واقع ولو أتيت لك بأمثلة كثيرة جدا أتجدها في ذلك إذن هل يجوز نعم يجوز واحد مطلع روحي وخلنا أكلم نفسي دنيا ودين ومخليني مشغول ورعبني وميأسني ومخوفني أدي عليه طبعا إلى آخر هذه الأمور حقيقة دكتور